الله النهارده الشارع تاني اسبوع لينا فيها. النهارده باذن الله بدايه تلعب بالتشيت. لا الاسبوع اللي فات اخر السيكشن دي مش بالتشيت اصلا. ده كان مثال بس. مثال بس هنا عندنا التشيت التاني على كده. سبع مسائل. السبع مسائل دول هيخلصوا الاسبوع ده والاسبوع اللي جاي. تمام؟ بس عندنا مسألة 6 و 9 و 12 وبروجرام 1 وبروجرام 2 كلهم فيهم كونيكال شيل. كلهم فيهم كونيكال شيل. كونيكال شيل هيبقى الأسبوع الجاي. فالخمس مسائل اللي احنا هنعرضهم، الخمس مسائل دول هنخليهم الأسبوع الجاي وهم هيحلوا بسرعة. يعني خلاص هنكون عرفت فكرة الكونيكال شيل هنقدر نتكلم من 6 حتى الخمس مسائل. يعني الأسبوع الجاي إن شاء الله بنحوله من اول سيكشن لاخر سيكشن بنحل من 6 ل 2. خد بالك بقى من حاجه، انا ما بحل معاك بديك المفاتيح الدراسيه بديك بدايه المساله وبقول للنسق انك تكمله انك تعوض بس الارقام. فده بتعمله في البيت مع كل اللي انا بنعمله بفهمك المساله عباره عن ايه وفكرتها ايه وازاي تحل وبعد كده في البيت بتكمل مسائل الارقام. يمكن 4 بي عشان النهارده هحل معاك 4 بي بروبلم 3 دول اللي هنعمله النهارده. دول اللي هنعمله النهارده. دول ان شاء الله المره الجايه. سيكشن ساعه ونص المره الجايه ان شاء الله نخلص الخمس مسائل اللي في النص كلهم فيهم كويس. طيب. اكيد انا مش هحل 4 بي بس بروبلم 3 النهارده. هاخد كده مسالتين من البيج تيرم والكلام معانا قدام هحلهم برضه معاكم. مش مطلوبين من الشيت مش مطلوبين نعملهم في السيكشن بس انا شايف ان هم مهمين قوي لان هم دايما بيجوا في البيج تيرم وفي الفاينل بالذات البيج تيرم. المسالتين دول هنعملهم فاحنا عندنا المسالتين دول وفي مسالتين بتوع ميد تيرم اهي هم مش مطلوبين منك في الشيت مش مطلوبين نعملهم في السيكشن بس انا حاسس ان هم يعني هيبقوا منك في السيكشن. ماشي؟ طيب بص كده معايا 4 بي عباره عن ايه بقى؟ اولا هي اسمها 4 بي هي المساله في الشيت 4 اي و4 بي و4 سي يعني هي 4 فيها 4 مطاليب 3 مطاليب. ماشي؟ انا لقيت المطلوب اللي بالنص هو المطلوب الاولاني كان ايه؟ المطلوب الاولاني كان ايه؟ ان احنا نعمل 3 مطاليب اي بي سي رقم 4 في الشيت. انا مطلوب منك انك تسلم 4 بي وانا ما هعملش معاك 4 بي للنص بس تعرف تحل 4 اي و4 سي ليه؟ 4 اي انك تحلها عليها جي فدي اسهل بكتير من الميه تحل بتاعت الجي اسهل من الميه. انا فاكر المره اللي فاتت ان القوس اللي هو بي ار كوساين فاي زائد بي فاي ساين فاي ده كله بتشيل من نقطه جي. فنفس الطريقه اللي انا عاملها بالظبط اطبقها بس على الجي فهي اسهل. دي ارحم شويه في التكاملات دي اصعب بتاعت الميه و ارحم شويه في الميه فبيديك حل احسن ونضيع كده وقت نص ساعه ولا حاجه احسن بكتير من تكاملات بتاعت الجي لان بتاعت الجي لو رجعت المساله انا عملتها الاسبوع اللي فات هتعرف تحلها بالظبط زي ما عملنا الاسبوع اللي فات. تمام؟ فكرة بقى انك تقسمها والكلام ده كله هنشوف بقى نعملها زي ما هو. طب وسي بقى؟ سي قال لك خد الميه بالنص. كل اللي هيحصل ان الباور كونديشن هيتغير. بدل ما الميه بدأ من 5 صفر بقت 5 بجاي 5 90 يعني الباور كونديشن هيتغير. يعني مفيش اي حاجه هتكون سهله غير الباور كونديشن بس اللي هيتغير. طيب المسألة دي تحلها ازاي بقى؟ المسألة دي أول حاجة زي ما كنت فاهم الأسبوع اللي فات عندي الأر واحد وأر اتنين. الأر واحد بكذا وأر اتنين بكذا. كل ان ار واحد بين الهند دي عباره عن ايه بقى المساله؟ عباره عن كوره باشمهندس كوره محطوط فيها ميه. الكوره دي معموله على حزام زي ما اتفقنا المره اللي فاتت ان ده رينج دي حزام جت الكوره من تحت ورحنا حاطين عليه الكوره حاطين عليها كده. طبعا ليه ما عملناش الحزام ده في النص؟ لانها هتقع الكوره هتقع لو عملناها في النص يعني هيقول لك يبقى المفروض ده ايه؟ يعني ايه بالظبط؟ انما كده تبقى التحميل اكتر يعني كده تبقى محطوط اكتر يعني حط حاجه كده والكوره اكبر حاطين عليها الكوره دي. الخزان ده مليان ميه على الاقل دي مساله عندي. طيب اتفقنا المره اللي فاتت لو انا عندي سبيريكال شيل اللي هو شكل الكوره الشيل الكروي بيبقى ار واحد يساوي ار اثنين يساوي ار اللي هو كام؟ 5. تمام. تاني حاجه دي خطوات بالظبط اللي بتعملها لاي مساله شيل يبقى رقم واحد تحدد الار. اول حاجه تحدد البريفيسيف بريفيشن حتى بيجي مسألة الامتحان احيانا في ميد ترم يديك مسألة يقول لك انا مش عايز منك غير الريدس كونفكشن بس. اللي هي مسألة انا مسألتين اللي فاتت حلوهم بتوع ميد ترمات قديمة دول اخر مسألتين عاملهم النهاردة مش عايز بس الريدس كونفكشن عايز اروح واطلب تاني اقول خمسة انا عندي سهل بس
سهل تاني على تحديد الغرض مش سهل كده بس هنا سهل. طب تاني حاجه بتحددها الخطوه الثانيه تحدد البي ار والبي بار. الخطوه الثانيه تحدد البي ار والبي بار. دي اتناقشنا شباب الاسبوع اللي فات قلت انا باجي اخد سكشن في الشات هاجي اطلع كده انا عندي مره اهو دي كده اسمها ار. حلو كده؟ طيب الار ده اتجاهه بيحصل ايه؟ قلنا ان المره اللي فاتت بيحصل هنا حاجه اسمها ايه؟ بي ار. او خلينا ما نقولش بي ار، خلينا نقول من الفلو ان ضغط الميه بيبقى عمودي على الماس بمقدار جاما اتش. ايه هي الاتش يا باشمهندس؟ اقول لك الاتش هي اللي بتعلى ده كده الاتش. طيب يبقى اذا هتقول لي ايه بقى؟ يبقى اذا بي ار بيساوي جاما اتش ماينس. اتفقنا عشان ده مستجر؟ ده اتفاق. قلنا اللي خارج لبره يبقى نيجاتيف واللي داخل يبقى متوسط. الجي بيبقى داخل متوسط والميه اللي خارج بالنيجاتيف. هيبقى عندي اتش. الاتش هجيبها ازاي؟ جاما بواحد يا جماعه. الميه محدش يقول لك الامتحان ان جاما بتاعتها بواحد. ماشي؟ الامتحان محدش يقول لك ان دي هو يقول لك انها مملوءه ميه. طبعا كلنا مهندسين عارفين ان جاما بتاعت الميه بواحد. فبالتالي اذا البي ار هو نيجاتيف اتش. ناقص بقى دي مين؟ دي اتش. الاتش ده بيتغير في الاجابه. النقطه اللي فوق الاتش بتاعها كام؟ فوق خالص الاتش بصفر. فالاتش خلي بالك بتزيد لتحت يعني ممكن نعملها كده. كده حاجه كده. دي بتاعت اه هنعملها ازاي بقى؟ بص معايا هنقول خلاص ده جاما اتش اللي قلنا النقطة من هنا لحد هنا اسمها ايه؟ اسمها ار. اسمها ار. الزاوية دي كلها 150 درجة بس أنا ماليش دعوة ب 150 درجة دلوقتي أنا هاخد الزاوية العامة اللي أنا خدتها دلوقتي اللي هي اسمها ايه؟ اسمها ار. كويس كده؟ لو انا جيت ببص ببص هلاقي عندي ان انا ممكن احلل الار دوت راس الاخر احلله راس الاخر ففي عندي ايه؟ ممكن اقول الموجه ممكن تعمل كده حاجتين ممكن واحد يقول لي دي كده 90 دي كده كام؟ الزاويه كام؟ 90 90 بس خلينا ممكن نعملها بطريقه ثانيه تقوم قايلين ايه؟ لا انا هحللها في مكانها كده على طول. لو انا عايز اجيب القيمه الارتفاع من هنا لحد هنا هيبقى ار كوساين فاي. بلاش تخش في حته ان دي 90 ناقص فاي وتجيب لي الارتفاع اللي هنا من هنا من هنا على طول. ماشي؟ يبقى دي ار كام؟ ار كوساين فاي. طب هسالك سؤال هو الارتفاع من هنا من هنا لحد هنا كام؟ اللي هو من هنا لحد هنا هي ار هي نص القطر الضيق. يبقى اذا الاتش بيساوي ايه دلوقتي؟ ار ار ناقص ار كوساين فاي. طب انا عندي الار طبعا عندي الار يبقى دي 5 واجي ناقص كوساين فاي. عايز اتاكد حط الفاي بصفر حط الفاي بصفر حط الفاي بصفر هيطلع كام؟ بس واحد بس واحد يطلع صفر تمام كده؟ حط الفاي ب 90 يطلع فاضي تمام كده؟ انا كتبت كده على الربع ده بالظبط كده مش بعمل نص كل الدايرة. اذا يبقى البي ار بيساوي ايه؟ ناقص 5 واحد ناقص كوساين فاي واحد ناقص كوساين فاي. البي فاي بيساوي قلنا المره اللي فاتت دي صفر. الميه ما بتغيرش غير في ايه؟ اتجاه عمودي على الماس. يبقى بالذات التاني مفيش حاجه في اتجاه الماس. الناس اللي كانت بتقول لي طب فين الويت؟ اقول له لا الويت ده انت بتحل لوحده وبنحل الميه لوحدها. يعني اللود جي يبقى ليه بي ار وبي فاي زي ما شفت المره اللي فاتت والاسبوع اللي فات يبقى ليه مرتبتين جي. الحاله دي هتحل ميه بس هتحل ميه بس تسع بوزات. يبقى اذا القانون بقى اللي هنكتب القانون دلوقتي قانون نكتبه كده مع بعض اصلا يعني اربع واحد واحد اثنين خمسه حاول بس تحط هنا عشان اكتب القانون. الار واحد بيساوي الار اثنين بيساوي خمسه جبنا دي ار ودي فاي خلاص. يبقى اذا القانون بقى ان فاي ناقص واحد ساين تربيع فاي تكامل ار واحد ار اثنين دي تحت ار اثنين هنا ار اثنين من ستة عشان انا بتشكل ار اثنين ساين تربيع فاي ار واحد ار اثنين بي ار ساين فاي بلس بي فاي ساين فاي ساين فاي دي فاي مش هنحط ستات خلاص لان احنا ايه؟ متاكدين ان الفوز ده مش بسبب.
طيب يبقى اذا ان باي هيساوي عوض ناقص 1 على 5 ساين تربيع باي ده كام؟ 5 في 5 ادي 5 تربيع. عندي هنا بي ار قلنا ايه؟ ناقص 5 يبقى عندي ناقص 5 مضروبه بكام؟ 1 ناقص كوساين كوساين باي. الكلام ده كله مضروب في ايه؟ ساين باي كل ده ايه؟ في كوساين دي كده دي كده بي ار دي كده بي ايه؟ دي كده بي ار. يبقى انا معرفش احط ده كحط صفر وده كده لحد دلوقتي انا كتبت بس ايه؟ بي ار اللي هو كوساين مضروب كمان كوساين باي كل بعد كده مضروب كوساين باي بره دي فور دي فور. لحد دلوقتي انا لازم اوسط الموضوع دوت اوسطه ازاي بقى؟ ادخل الساين باي والكوساين باي جوه ونطلع بقى الخمسه تجاعيد يكون مع خمسه بره يبقى خمسه تربيع يبقى بره يبقى كام فوق ناقص 25 على كام؟ على ساين تربيع باي صح؟ ناقص اللي هم على ناقص يبقى لقينا بره بوستر. خليها نيجاتيف بره خليها نيجاتيف بره خليها بوستر. تعالى تعالى ماشي هات تكامل ايه بقى؟ كوساين باي ساين باي كده ده هو ده اللي هو الكوس ناقص كوساين كوساين تربيع باي ساين باي كل ده مضروب في ايه؟ دي باي كامل بقى ده التكامل الصانع يعني. تعالى اعملها لك كده على كده تكامل ساين باي كوساين باي دي باي بيساوي ايه؟ هيطلع الساين بص بص لا خليني ماشي بص من الرياضه تكامل ساين كوساين هو ساين تربيع على اثنين او كوساين تربيع على اثنين في ماده الرياضه كوساين ليه بقى؟ تعالى نعمل تعالى نعمل تعالى نقول انها نيجاتيف انا هعملها دلوقتي كوساين تربيع باي على اثنين مش مصدقني فاضل الكام؟ شوف هيطلع ايه؟ فاضل الكام؟ شوف هيطلع ايه؟ فاضل ده أول حاجة ده كوس مربع يبقى نفس التربيع بتنزل اثنين تروح مع الاثنين يبقى كوساين باي تفاضل كوساين باي نيجاتيف ساين باي يبقى تطلع نيجاتيف في نيجاتيف تطلع بوزيتيف ويبقى يبقى ايه؟ كوساين باي ساين باي رجعت لأصلها؟ اه رجعت لأصلها يبقى لو دي فضلتها ترجع لدي. طب والخلاصة؟ خلاص انت عرفتها خد بالك ده اصعب تكامل هتشوفه مش اصعب من كده ماشي؟ ده اصعب تكامل هتشوفه. ميزه التكامل ميزه الشيرد او الكورس انك مش هتشوف تكامل في الامتحان جديد يعني لو انت عارف التكاملات كلها انت ونواتجها ايه؟ حفظتهم بقى او استنتجتهم بطريقه ما خلاص يبقى هي اسطمبه تسلمك الامتحان. حفظتها او تعرف تستنتجها المهم انك مش هتشوف تكامل جديد. تبقى كل الامتحان اللي قبل الامتحان عارف عليه قبل لو طلع معاك تكامل غير كده الامتحان شك في نفسك على طول. شك في نفسك، لازم التكاملات تطلع من اللي احنا بنعمله. طيب بالمس برضه اللي هي بقى الثانيه اللي هي ديزاين تربيع ديزاين تربيع ساين باي دي باي بالظبط. نيجاتيف برضه ولا بوزيتيف ديزاين تكعيب باي على نجم. لا لا فاضل الكوساين لا لا فاضل الكوساين نيجاتيف ساين تكامل العكس تكامل العكس. طب تيجي عايز حاجه بس صح ولا غلط يا مهندس؟ فاضل نزل الكورس فاضل اللي جوه الكورس يطلع ليك في ساين بره يبقى لك على ايه؟ ساين باي وساين تربيع. طيب اذا نعرف بقى كام دي خلاص بعد ما عرفت الرول دي خلاص ما كتبتهاش مش مشكله لما كده استخدمها يبقى ان باي بيساوي ايه؟ ناقص 25 على ساين تربيع باي هات كامل بوستيف هات كامل ايه بقى؟ نيجاتيف وساين تربيع باي على 2 دي اللي انا لسه كاتبها كانت نيجاتيف كوساين تربيع باي على 3 وفي
في نيجاتيف بوزيتيف وساين تفعيل باي على 3 زائد 5 طبعا انا كمان كده انا كمان خلاص اشيل بقى عندكم كام خلاص كده كمان مش هطلع عنكم تطلع الاتش بكام؟ لا
كده ظهر واحد 10 لكنك وصلت لحد هنا يعني معدل الاتش تنفع للشيل كلها فاهم قصدي؟ طيب هسألك سؤال تاني الشيل اللي تحت البي ار نيجاتيف بي ار ونيجاتيف جاما اتش ولا اختلف؟ نيجاتيف جاما اتش يبقى المعادله اللي انا عاملها فرقت للشيل كلها بس وانت بتجيب الثوابت هتقول ان المعادله دي اجيب الثابت او اقول ايه؟ نيجاتيف عندي ثابت اه بالظبط اقول عندي بار اقرب يساوي زيرو او عند فايف زيرو ايه بقى اللي بيطلع عندي؟ لا اوعى تقول ان فايف زيرو ما ينفعش تقول ان فايف زيرو النص صفر اه ده غلط ده غلط انك تقول ان فايف زيرو لو حد مسحح في الامتحان هيديك غلط ان فايف مش زيرو ده بالعكس ان فايف انفينيتي ان فايف انفينيتي ليه؟ ان فايف انفينيتي لانك لو حطيت هنا صفر هيطلع حاجه على صفر اي حاجه على صفر ايه؟ بانفينيتي بحيث ازاي؟ جت دخلت بقى الرياضه هنا في الموضوع قال لك ان اي دوله بتعوض تطلع انفينيتي نعملها ليمت نتيجه الحديده بتاع الليمت دي يقول لك انك تاخد البراكت ده هو اللي تزود صفر مش هنخش بقى في الليمت والرياضه لا الفوز هو اللي تزود دي فرق شاسع ما عندناش تقول ان فايبس انا بهبل اهو تقول ان فايبس صفر تكتب ان الفوز ده هو اللي تزود واحد من العاملين يقول لي انا ما هو الفوز ده ما بصفر يبقى ان فايبس صفر لا اقول له صفر على صفر صفر على صفر في الرياضه دي حاجه اسمها عقد معين اه بالظبط حاجه غير محدده غير معرفه ماشي فخد بالك اقعد تقول ان فايف صفر تقول ان الاوف هو اللي صفر عوض معايا في حاجه مش عارف معلش قول بس مش مدام هي يعني قصدي مدام السكيل كومبليتلي فول مش انا ممكن اعملها يعني برضه واحد بس ما ينفعش بص خايف من الامتحان كان برضه واحد بس السنة اللي قبل اللي فاتت اللي هو بتاعت 16 كانت لهم حاجة عاملة كده كورة ومحطوطة على عمود ايوه ماشي دي هتكون دي برضه واحد ليه؟ لأن كلها ركز على مود تحت علشان ما تشيل الاثنين كان بيرجع واحد بس قصدي لو هي ما كانتش كومبليت كنا المفروض يصيروا قضيين لأن الثالث والاثنين بتاعتهم كانوا بيكون تحت ولما الثالث والثالث هو بيتكلم لو البوست مش مش كلها ميه جزء منها ميه جزء كلها ميه برضه زين اه ساعتها هيحصل برضه بس هي كلها ما دام كلها ميه فهي كانت نفس اللي ايه فاحنا ممكن كلها على سنها واحده بس احنا غير البوست هو ده اللي انا بعمله هو ده فعلا اللي انا هو ده اللي انا قلته شويه قلت ان انا هعتبر المساله كلها يعني القانون ده ابر ولور واحد يختلف بقى ازاي الابر واللور الثابت في الابر هيبقى ثابت برقم وفي اللور برقم فبالتالي المعادله اتغيرت او ثابت اتغير يعني المعادله اتغيرت طيب حد يعوض معايا بقى عوض معايا طيب ناقص كوساين تربيع زيرو على 2 زائد كوساين تدعيم مش هينفع معاك كلام 3 زائد ثابت بيساوي صفر دي تطلع ناقص نص زائد ثلث زائد ثابت بيساوي صفر ما هي الثابت تطلع بكام؟ 5 على 6 1 على 6 هنا هيطلع على كام هنا؟ ناقص واحد على ستة يبقى على التاني بس نص. ده كده السالب بتاع الأقرب. السالب بتاع الأول بقى لو عايز تجيب السالب بتاع الأول عشان نكتب بقى معادلتين تعالى نسيبها أهو حاجة اسمها أهو يبقى ده كده الجزء الأول. حد هنا. لو جيت بقى أقول بارت 2 يا باشمهندس بارت 2 الجزء الثاني الجزء الثاني اللي هو تحت لور تحت هنا لور لور اقول الفاي لور عند فاي ب 180 نفس المشكله بالظبط ان لما تعوض بساين 180 يطلع على زيرو تدي انفينيتي تمام يبقى اذا انا بقول الجزء برضه ايه؟ الجزء بزيرو يبقى اذا عندي ناقص كوساين تربيع 180 على 2 زائد كوساين تفعيل 180 على 3 زائد ثابت بيساوي صفر يبقى من هنا الثابت هيساوي كام بقى؟ 5 على 6 دي كده تطلع ايه؟ سالب 1 على 2 دي تطلع ناقص ثلث لان كوساين 180 سالب 1 سالب 1 سالب 1 سالب 1 يبقى الثابت بيساوي كام؟ ناقص 5 على 6 يبقى الناحيه الثانيه 5 على 6 5 على 6 حلو تعالوا نكتب بقى المعادلتين اللي احنا عايزينها يبقى اذا ان كوين لور ان كوين ابر 25 على ساين تربيع فاي
ناقص كوساين تربيع باي على 2 زائد كوساين تبعين باي على 3 زائد 5 على 6. لا زائد 6. المعادلة الثانية ان باي لوز هيساوي 25 ساين تربيع باي ناقص كوساين تبعين باي على 2 تربيع باي على 2 زائد كوساين تبعين باي على 3 زائد وعشان تفهم الرابط تماما الرابط الوحيد اللي بينهم ان الرينج بيم هنا لما تيجي تجيب الفورس اللي هنا والفورس اللي هنا على الرينج بيم دي بتعوض بباي بكام؟ الرينج بيم على ذلك كام؟ 150. بنقول ان الترم ده اهو دي اسمها 5 على 6 خلاص بنقول ان دي بدل من باي 0 لحد باي 150 ودي بدل فور 150 حتى بوينت كام؟ 180 يعني ممكن تعوض في 150 تعوض في 150 وانا لو عوضت 150 في الاثنين هيطلع ليه؟ البنك المعاشين بقى الاماكن بتاعت الشنطه دايما بتروح فوق وتحت على حسب ايه الاماكن البوند كونديشن البوند كونديشن في حاله الكوره في حاله الكوره مربوطه بالنص الحزيره بالنص اللي هي فوق وتحت دي الحته اللي بتنهي الفني انا اصلا رياضيا انا اتصرف في النص بقى في ان باي ما اعرفش المفروض يا باشمهندس في رياكشن عند الرينج بين ان مش هعرف اعوض 150 ليه مش هعرف اعوض زائد ان في عند نفس الزاويه دي ممكن يعني طب خليني بس اكمل هي دي الخطوه اللي جايه الرنج دي مش هايله كام بقى بص يا باشمهندس انت معاك حاجه كده عوضني مره ب 150 ومره ب 150 طلع لي ده دي الاول فاي اوفر ب 150 طبعا عشان انا عايز كل الرينج بيم خلي بالك المواليد برو ديستريبيوشن خلاص انت هتعمل ايه؟ هتعوض بدي من زاويه من 0 ل 150 ودي من 150 ل 180 نفس الديستريبيوشن زي ما اتكلمنا في المره اللي فاتت في مشكله بتطلع معاك لما تعوض ب 0 ل 180 بترسم صح انت مش الدايجرام خلينا خلاص من الرسم بتاع الوش خلينا خلاص من الرسم تيجي تعوض هنا اهو بص يا باشمهندس تيجي تعوض هنا عند صفر تطلع كام؟ حط سواء اي بصفر لان الجزء الاكبر يطلع كام؟ انفينيتي ترسم انفينيتي ازاي؟ لا يبقى يبقى اول حاجه ترسم عن الباي يعني الحاجات دي اللي هتكون في السيربل بلين الشيب اللي جاي برضه لما بنلاقي زاويه من اول عندها بتديني انفينيتي ناخد رقم بقى على طول يعني ما ناخدش صفر ناخد درجه كام؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة معاك حد خمسة يعني بدل ما بعوض زيادة أعوض واحد أو اثنين تمام؟ طيب ليه بقى؟ ليه؟ هو في الحقيقة يا جماعة احنا النقطة اللي فوق دي بنبقى بنقلق منها جدا فبنعمل ايه؟ بنعملها ده عارف دي فتحة استفزاز أصلا فبنعملها كاميرا كبيرة جدا النقطة دي بتقويها قوي والنقطة دي بتقويها قوي يبقى لازم الشركة يبقى من كام؟ مش من صفر بقى هي فعليا الشيل اللي هي بتاعها بدات من زاويه بعد الصفر عشان نعرف حته الفيلم في الحقيقه يعني فوق شد ولا تحت ضغط؟ ايه؟ فوق شد فوق شد تحت ضغط راجل زي ما هو عايز فوق ضغط فوق ضغط ان 5 42 وتحت سلم 24 عمد ايه؟ لا العكس هو فعليا يعني مين شايل الحمل بتاع الكتاب؟ يعتبر هي زاويه المقاس هنا بصفر مختار طيب تمام كده؟ طبعا انت اكيد هتقلق من حاجه زي كده يعني هتشيل حاجه من فوق افقيه وخانتها صفر وخانتها سوري خانت الشيل اللي هي 20 سم فبتعمل ده تخينه شويه فالشيل الحقيقيه بدل مش من زاويه صفر لا من بعدها بشويه ليه؟ بتقول لي سيكشن هنا الحته دي كده يعني هتعوض هنا مثلا فايف كام الاول؟ فايف درجتين مثلا تحت فايف كام؟ 178 درجة. هيطلع في ده كده.
الا هو انا هاخد من تحت عشان من فوق ولا ايه؟ يعني لو من فوق خدت ايه يبقى من تحت اقل من ايه؟ اه الان الخلاف بين الرسوم موجود ده اكس ده برضه تجيب الاكس ازاي؟ ان باي ان باي على ار واحد زائد ان ثيتا على ار اثنين بيساوي ايه؟ ناقص بي ار ناقص بي ار. لو عايز ان ثيتا اكبر لو عايز ان ثيتا بالجزء الاكبر يبقى ان باي هنا ايه؟ ان باي هنا ايه؟ اكبر. هدي ار الكلف من ال فوق او تحت بي ار الكلف يبقى هو هو وعند بي ار سبب. يبقى لو عايز اكلم لو عايز ترسم دايجرام كده يكمل ان باي. لو عايز ترسم دايجرام من ان ثيتا جنبه هترسمه ازاي؟ هي من العلاقه دي كانت هتكمل ولا فاتت. لو عايز ان ثيتا اكبر يبقى ان باي ايه؟ اكبر. لو عايز ان ثيتا لور يبقى ان باي. طيب المفروض لما هتحول عن الباي 150 هنا هيطلع دي بالنيجاتيف هيطلع قيمه هنا بالنيجاتيف قيمه دي بالنيجاتيف تطلع نيجاتيف كده 42 يعني كده تطلع نيجاتيف 42 واخد بالك؟ انا عايز اجيب دلوقتي يا باشمهندس دي طلعت لما عوضت طلعت نيجاتيف برسمها ايه؟ ضغط برسمها ضغط احنا كنا عارفين كده من الاول ولا مش عارفين؟ عارفين كده تمام؟ اللي تحت لما تعوض على ان باي لور الجزء اللي تحت 150 برضه لان هي نفس النقطه خلي بالك هيديك حاجه تاني هتطلع 20 كام يا باشمهندس؟ 24 واحد. طب ايه رايك نقول ده 24 دي 42 عشان نعمل نحسب بسرعه ده 24 دي 42 كويس. تعالى بقى نكمل تحت هنا يبقى ادي عندي ده كبير وادي عندي ايه العمود. تعال نحللهم بقى تعال نحللهم الزاويه دي كام هنا؟ ها الزاويه دي 150 يعني 30 دي هنا 30 يبقى دي هنا 30 يبقى دي كام؟ 60 درجه 30 يبقى دي 30 يبقى دي 60 لان الزاويه دي 90 درجه يبقى دي كام؟ 60. طيب حد يقدر يقول لي يبقى اذا المركبه الرئيسيه اللي هي على عمود كام؟ 42 24 66 صح كده؟ يبقى 66 كوساين 60 كوساين 60 دي نص صح؟ كوساين 60 دي نص يعني 33 طبعا على ايه؟ على المتر خلاص خلصت دي جبت الكوش على العمود خلاص دي هو العمود ماشي؟ تعالى بقى للرينج دي هي دي فيها شوق شويه هي تطلع هي مركبتها تطلع كده صح؟ صح ولا ايه؟ دي ودي مركبتهم اهو دي تطلع كده يعني الرينج دي مين؟ في واحده الناحيه الثانيه خلي بالك الرينج دي الثانيه تطلع نفس الكلام كده برضه يعني الرينج دي مين؟ مضغوطه عايزين نجيب السي زي ما قلنا المره اللي فاتت بريشر اللي جوه الرينج دي لو ما سمعتهاش المره اللي فاتت عادي كده كنت سمعتها من مش مشكله. دي كام بقى؟ اللي هي كام بقى يا جماعه؟ دي كده؟ اللي هي 66 ساين 30 حد يحسبها لنا كده 66 ساين 30 كام؟ 66 ساين 60 ايه؟ كام؟ لا احنا ما بنعرفش كام؟ 33 33 الارقام عدد 33 كام؟ 2 بلاش سبعة وخمسين طبعا على المتر. طيب دي كده بالظبط لو حبيت ارسمها لو حبيت امثل دي هي دايره عليها من بره كومبريشن بكام؟ 57 57 طبعا على المتر. بمعنى كده ان الرينج دي مضغوطه بيرن في اللود ديستريبيوتد في اتجاه المركز ب 57 طن على المتر. عايز بقى اعرف هي مضغوطه بكام؟ ده اللود اللي متوزع عليه. بص بقى لا مش متخيل هو ده اللي متوزع ده قلنا المره اللي فاتت انت عارف شو كده بكره بقول بالظبط كده. اذا هنا في كام؟ في جوه الرجل هنحاول نكبرها شويه عشان دي كده صغيره خالص عشان نكبرها هنا اهي
بص يا باشمهندس اهي دي كده على جاي 57 طن على المتر. هقطع بقى دايره لان الرقم هيظهر لي هنا سي وهنا ايه وهنا سي. خلينا في الحته دي المره اللي فاتت خلينا عدها تاني. لما اجي اضرب ال 57 بضربها في البار ده الدامتر بتاع الدائره بضرب في الدامتر فبقول ايه 57 في الدامتر يساوي كام؟ 2 سي. هنا جبت السي لان انا عارف الدامتر بكام؟ الدامتر بكام يا باشمهندس؟ هو 5 ساين 30 دي برضه 5 ساين 30 يبقى كانه كام 10 ساين 30 يبقى دي الدامتر ده 10 ساين 30 يبقى ممكن اقول هنا يبقى 75 في 10 ساين 30 يساوي 2 سي. انا هنا جيب ايه؟ جيب السي كام؟ 142 ونص صح؟ طبعا الغلط انا عامل 3 طن بس. ليه بنضرب يا جماعه في دي؟ ليه مش بنضرب في نص البريك بتاع نص الدايره؟ قلت لك في ليه بقى؟ خلينا نعرف بسرعه كده. انا عملت الفلويا دي اي مركبه راسيه دي اي واحده مايله بتخليها راس. اي واحده مايله بتخليها راس. اي واحده مايله بتخليها راس. الاوبك اللي هنا بيتم مع الاوبك اللي هنا. دي بلاش. الراس رايح فين؟ الراس لو نزلت بيروح فين؟ هيقع كله على ايه؟ على الدم. مش بتكتب ما تبقاش بتحلو خلاص خليك فاهم. الراس كلهم لو عندهم اسقاط بيقعوا على الدايمتر بتاع الدايمتر عشان كده بنضرب في الدايمتر بتاع الدايمتر. تمام كده؟ بنضرب في الدايمتر بتاع الدايمتر. المره دي بتكتب تفصيل مهم. المره الجايه خمس مسائل هتلاقي ان انا بعمل ايه؟ افكار يعني انت افكار مسائل وانت بعد كده بتعمل عادي. ماشي؟ انا لحد دلوقتي عمال ماسك ايدك المساله من اولها لاخرها. بعد كده مش هعمل كده. ان احنا لو ماشيين بالريتم ده ما نخلصش شيء خالص. مش عايزين نبدا في البيت ان شاء الله الاسبوع اللي بعد كده. المساله بروبلم 3 يا جماعه اللي هي بروبلم 1 بروبلم 2 بروبلم 3 دي مسائل امتحان اصلا مسائل امتحان فاينل. دي مسائل فاينل 2013 بروبلم 3 عامل ازاي بقى؟ اول حاجه تجيب التماس اهو دي راح حاطط شامل كده جزء من الكوره مقطوعه جزء من الكورة بس مقطوع على زاوية 30 درجة هل الأرض دي ب 10 متر؟ دي 10 متر زاوية 30 حلو؟ ده جزء من ايه؟ اللي احنا عملناه في البداية زي اللي عملناه الأسبوع اللي فات بس مقطوع على زاوية 30 درجة وقال لك القطر بتاعها ده قد ايه؟ ب 10 متر. حط هنا رينج مين؟ رينج مين هنا؟ كده؟ رينج مين هنا؟ وراح شايل دي على عمود وشايل دي على عمود وبقت عامله زي شبه الجامعه كده. بقت عامله زي ايه؟ قبه الجامعه. حط رينج مين ده ايه؟ رينج مين دي مكمله كده اهو. تمام؟ واضح كده؟ تمام. بس الموضوع مش كده. اللي انت شايفه ده كده تحت في ايه؟ هواء. هنا في هواء تحت مواد. ده اعلى خزان. اللي ده اعلى خزان. خزان ميه. ده اعلى خزان ميه. ليه بقى؟ خزان الميه طالع من هنا دايره كده جزء برضه من الكوره تاني طالع كده في وما بقى ده ميه على كده ده بقى على درجه 90 درجه دي نص الكوره ودي نص الكوره شويه وميه فبالتالي ده ايه؟ ده هوا هنا ده فراغ هوا ميه فين؟ ميه هنا ودي القاعده الخلفيه الدايره مطلوب ايه بقى؟ مطلوب ترسم الدايره بتاع ان فاي الجزء الخارجي وان سيتا الجزء الخارجي ترسم ان فاي وان سيتا الجزء الداخلي ويدينا فرصه البريدنج. بص معايا بقى بص معايا اول حاجه الكوره واقعه هنقول ان انا المسافه دي عباره عن جزئين اول حاجه ده الجزء الاولاني دي الشاله الاولانيه ودي كده ايه؟ الشاله الثانيه
اللي جوه واحده واحده كده ولا مع بعض. الشيل الاولاني الشيل رقم واحد مش اي اسئله اللي هي اللي هي نفس الكبيره حق حق اكيد كنت انا هاجي اعمل دلوقتي انا ما حطيتش الكود بتاعها على البيت بس هي بس انا هي برضه نفس الكود بالظبط اللي هو 10 من ايه اللي سالي 10 من الزاويه يكون كام؟ 30 يعني مش ناقص تعقيد خليها على اللي بيبقى حاجه حلوه ايه بس في عشان فيها المره دي هي بره الدور. طب معلش ما انا مش هكمل لك معاك انا نفس المثال ده انا بدي الفكره بس. حتى عشان اقعد اجيب مثال تاني. بص بقى بالظبط لو جينا نبص هنا ادي ايه؟ هناخد دي كل اللي هنا ده كده اللي اسمه ايه دلوقتي؟ الشله الاولانيه دي اسمه بي ار. برضه ما زال على زاويه ايه؟ اتش. انا هجيب لك بي ار وبي فاي وار واحد وار اثنين والباوند كونديشن وانت بقى ايه؟ هتكملها انت وتحلها وتتجوزها ماشي؟ اهي الزاويه هنا كام بقى؟ الزاويه هنا ايه؟ لا دي كلها فاي يبقى دي كام؟ فاي ناقص 90 كويس يعني ما تقدر تقول لي ان الشيل رقم واحد الشيل واحد هقول لك ار واحد بكام وار اثنين بكام واقول لك البي ار بايه والبي فاي بايه وهديك كمان الباوند كونديشن اللي هتعمل بيه دي بي السالب كل شيل ليها سالب واحد بس كل شيل ليها سالب واحد زي ما شفت كده سالب كل واحد ليه سالب واحد طيب خلينا نقول كده وادي الشيل الثانيه اهي الشيل رقم اثنين الار واحد بكام الار اثنين بكام البي ار بي ايه وبرضه الباور كونديشن بتاعها كده يبقى احنا مثلا الاكس كلها تعملوا احنا هنعوض الارقام ماشي؟ ار واحد وار اثنين للشيل دي ما زلنا بنتكلم في جزء الكور وار واحد بيساوي ار اثنين بيساوي 10 دي 10 من دي 10 من سهل البي ار خلاص النيجاتيف اللي هو اتش والاتش انا لسه جاي دلوقتي الاتش انا جاي الاتش او نجيب هنا على طول الجامع واحد خلاص الجامع واحد خلاص الجامع دي واحد هنشكلها الاتش بقى على طول بيساوي ايه؟ هي باينه هنا اهو دي لو دي ايه؟ دي 10 متر يا جماعه من هنا لهنا 10 متر فعلا كام؟ 10 ساين 10 ناقص 90 صح كده؟ يبقى 10 ساين باي ناقص 90 بس كده دي كده ايه؟ عايز بقى تكمل بباي ناقص 90 اخر المساله او بقى تخش بقى في شغل الرياضه الباي ناقص 90 تقلب الكوزاين ولا تخليها ساين تطلع تشوفها سالب بره ولا سالب جوه انا رايي انا هسيبها زي ما هي بالظبط هي حلوه بجد والله طب طب عارف انت لو قلت 90 تغير الباي تقلبها فاكر القصه دي؟ طب السالب لو الكوزاين بيطلع الاشاره ولا الساين بيطلع الاشاره بره؟ تروش بقى لا سيبها زي ما هي يا سيدي ما تعرفش البي 5 بكام؟ خد بالك دي كده نيجاتيف عشان خارجه لبره. ما الباوند كونديشن بقى هتقول ايه؟ ام باي لا يا رب تساوي 0 ايه؟ 90 باي ب 90 تقدر بقى تقلل باي ب 0 بقلب جامد تقدر تقلل باي ب 0 ليه؟ لان ما تطلعش البنت ما تطلعش البنت لان الساين بتاعت التربيع لما تعوض ب 90 دي واحد فما يطلعش التربيع فلأول مرة هتشوف الـ 5 0 اهو. ايه؟ بص للـ 0. ممكن ابص للمعدل انا كده اقرا في الحتة دي اللي يعني بشر في ايه؟ أول مرة يبقى عندي هو لو مفيش حاجة معدل. بص يا جماعة تعالى على الشيل التانية، الشيل التانية دي، الشيل التانية. خلاص انت تاني كده تخش بقى في المعادلة تطلع سي باوند كونديشن جبت السالب عندك ان فاي. قانون اللي بيربط ان فاي بان سيتا ليه بان سيتا خلاص كده تمام هنا ار واحد بكام؟ الشيل الثاني اللي تحت ار واحد بكام؟ باربع وار اثنين باربع البي ار بقى ممكن ارجع حته في المساله هي مش عشان الاشاره اكيد البي ار
الميه تضرب كده اهو بعد ما تكون السكوكه اهو خد بالك اهو مش مركز معايا على حاجه دول تاني خالص بص اعملها ازاي اول حاجه هطلع كده اهو عند نقطه عامه هنا المسافه دي من درجه كام؟ اللي انا فاكر دلوقتي دي؟ اه دي 10 اللي هي 10 بالظبط الزاويه اللي خدتها دي هي الباي كويس؟ النقطه دي عندها الميه بتضرب كده يبقى دي اسمها ايه؟ دي ار يبقى اول حاجه كده دي بوزيتيف كام اكش بس الاكش يا ترى منين بقى؟ الاكش مقاسها من هنا هنا اهو بص 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 هاتش راس فوق كده هي دي اكش بتاع الميه دي الحاله دي اكش خليك فاكر ان دي اكش ماشي؟ طيب هسألك سؤال تكملت المسافه دي بكام؟ تكملت المسافه بكام؟ 10 لا 10 كوزين باي تكملت المسافه ادي 10 كوزين باي كمان لك الارتفاع الرأسي فدي كام؟ 10 كوزين باي طيب هسألك سؤال تاني بقى الارتفاع الرأسي كله بكام؟ كام؟ برافو عليك 10 لا 30 بقى انا عايز الارتفاع الرأسي ده كله هو ده كله صح كده؟ 10 كوزين 30 اديني لحد هنا و10 كوزين 30 دي لحد هنا يبقى دي كام؟ 20 كوزين 30 اعتقد لو واحد في الامتحان اول مره يعمل الموضوع ده يجيب مسافتين ويشوف مجموعهم كام اعتقد ان كانش هتجيله في الامتحان ده لو واحد عبقري شويه عايز اقول ايه برضه؟ ان لازم تكون انت حلمت دي او حد يوريها لك تمام عملتها او حد يوريها لك تعرف تعمل طبعا لو سالتك الاتش كام هترد بكل بساطه دول بعد ما انا عملت ده قبل ما كنت اعمل كده ما كنتش تقدر تقول حاجه فاهم قصدي؟ جام اتش عايزين اتش بقى الاتش بكام دلوقتي؟ حد يجيب الاتش دلوقتي؟ 20 كوزاين 30 ناقص 10 كوزاين 4 هي دي اخر حته في المساله بس خلينا اقول لك ايه التريك انك هتكون حد قالها لك قبل ما نخش الامتحان. خلاص احنا عرفنا ليش ما بنلاقيش هنا بعض بوستن 20 كوزاين 30 ناقص 10 كوزاين 4 عايز بقى حد شاطر يقول لي بقى ما تخش الامتحان. حالة كان الباي بزيرو. مش مفهوم ان البي ار بتاعت الباي مش الايه؟ الباي بتاعت ايه؟ البي ار بتاعت الباي مش الباي. الباي الفاي يساوي زيرو الفاي برافو عليك الفاي يساوي زيرو البوست البوست ايوه البوست البوست يعني احنا قلنا فوق هنا انفنتي وقلنا ما ينفعش تتكلم عن انفنتي تلاتة بيصلح معلومة بيصلح لو عملت دور صلح تقريبا بيتمرن 80% من الدرجة مهما عكيت بعد كده في الأرقام لان يعني الارقام دي ايد ربنا فاللي بيصلح اهم حاجه شوف دول صح عارف بقى لو شاف دول غلط اصلا يشرب على اللي بعده ما بيكملش يعني بيصلح لو لقى دول غلط يشرب على لانه عارف ان اللي بعده هيبقى ايه؟ غلط بقى اكيد ما هو دول غلط وكان غلط غلط خد بالك في دول لو عملت دول صح خلاص اللعبه اللي بقى لعبه ارقام لعبه تنفيذ طيب ناخد بقى مسالتين بقى السريع كل مسألة فيها 5 دقايق أو 10 دقايق. أوف كورس. هي مش هتقرا على فكرة المسألتين مكتوب على واحد ورا اثنين. كل مسألة بس شوف بقى لو قلنا غلط شايفها سهلة بس مش سهلة. هتلاقي أول حاجة في السكشن هفهمك يعني إيه كونيكال شيب وإن ما بنشتغلش بقى زاوية فاي بنشتغل في حاجة اسمها إس المرة الجاية. وبعد كده نبدأ مسألة كون بعد كده نبدأ بقى باقي السكشن الباقي المسألة اللي أنت شفتها دي الشيء عبارة عن إيه؟ كون مع سبيد. مع بعض كونيكال مع سبيريكال شيب فتلاقي بقى خلاص لو انت فاكر كونيكال شيب تلاقي بعد كده ان الرساله عباره عن كوز وتفاعل طب بص بقى بص اول حاجه عندي مسألة بص يا باشمهندس جه اول حاجه راح عمل شيل عامله كده زي دي ما كانش حد طول بس انت بتجيب برمجه تقعد تجيب مش هي لا واعمل كل ما عندي كده كويس كويس الدكتور قالها مع عشان هو دايما بيجي كده وعامل شيل كده
بص كده دي كده قال لك ان الشيل دي كانت اخيرا 90 جنيه. ايوه قال لك ان الدايره دي الرسم من نص الكوكب بنفس المسافه اللي هنا طلعت كده المسافه اللي قاسمينها هنا كانت كده. النقطه اللي رسمت بيها الكوكب ده بقى حط هنا قال لك ان انا هنا حتى قال لك الزاويه دي حط كده هي نفسها لو ما قدرت تطلع هي دايره الشيل دي هي الشيل دي هي كده فاهم قصدي؟ قال لك الزاويه دي ايه؟ والزاويه دي برضه ايه؟ يعني تكون ده ايه وتكون ده يعني كلمه الريتم اللي هم نفس النص حلو؟ حلو فقال لك الشيل دي واحد الرقم الثاني واحد الشيل دي اسمها واحد والشيل دي اسمها اثنين مثال زي كده اللي حمل الحد فهي اول ما يكون مره يقول ايه يعني؟ فهي تحت سهل اربع يقول لك انهم سهل بس اللي فوق بقى بص بص مطلوب دوري بيسموهم فوريدي ريديوس وكربيتشر الاربع اللي هم اسمهم عشان لو درجه التخمين في الامتحان تو ريديوس وكربيتشر تو ريديوس وكربيتشر عارف مين؟ بيسميها ريدي ريدي وكربيتشر يعني ار اي تي دبل اي ريدي وكربيتشر طيب بص بقى الشيل الاولاني طب ايه رايك نعمل الشيل الثاني لانها سهله الشيل الثاني شيل اثنين شيل تو ده جزء من بيع مركزه واقع على محور التماسك اللي احنا متعودين عليه يعني ار واحد يساوي ار اثنين يساوي ايه؟ خدت درجه خدت درجه بس طبعا الويت درجه مش زي اللي فوق يعني لو المسألة ليها عليها 10 درجات على دي تاخد درجتين وانا على اللي فوق عليها 8 درجات عشان اللي فوق بدخل 10 درجات طيب ممكن بقى نشوف مع بعض كده اللي فوق اول حاجه طبعا بيقول لك هنحل زاويه الواي فبنشيل تحت الواي بتاعتنا بقى كده مفيش مشكله دي خلصت شيل اللي فوق اولا ده مركز كنت الاعلى ايه بالظبط لك فوق ايه يبقى زاويه الواي هي دي صح ولا ايه؟ صح كده؟ زاويه الواي اللي لسه مع الراس كلها ادي اول حاجه اول حاجه تبقى درجه بس الواي تاني حاجه تاخد عليها درجه هو ار واحد سهل ار واحد احنا دايما ار واحد ماشيين في السكشن الاسبوع اللي فات رقم ثاني لا لا كلام الكلمه الاولانيه ار واحد هو رقم ثاني بيساوي ايه؟ هو نص قطر الدايره اللي اترسم بيساوي ايه؟ ايه؟ اللي ما حطش نيجاتيف اللي ما حطش نيجاتيف بيدوس درجتين من 10 هنا بالظبط عشان ده كان نيجاتيف في المساله كده ان انت بقى ار واحد هيبقى نيجاتيف قلت له جنب المره اللي فاتت نيجاتيف قال لي اول قال لي اول حته عليها درجتين من 10 شرط الحته الثانيه بقى ان ار 2 متغير هنا في المساله دي. تعال نشوف ازاي يعني ار 2 متغير. اقول لك بص انزل كده زاويه عامه زاويه فاي خلي بالك دي مش فاي هي الفاي لو خدت حاله عامه. لان ايه؟ ايه زاويه فاي كده؟ معلش الزاويه دي هو الثالث. الزاويه دي الثالث 30 درجه دي 30 درجه يا جماعه دي بتراك 30 درجه. بعد كده دي كام؟ 30 كام؟ لا دي 30 دي 60 دي 60 وزاويه الفاي هنا وكده لازم تطلع كده عامه يعني ايه؟ يعني لو عايز تاخد زاويه الفاي هنا في الشيل بتاعتك دي لازم امشي كده هي مالهاش لازمه خلاص عشان كده كده خلصناها بس قصدي اقول لك ايه؟ مش دي الفاي لا الفاي هي حاله عامه ماشي هي كوزاي فاي بس بس خليني خليني امسحك كده شغال في الشيل اللي فوق دلوقتي بص بقى بص يا باشمهندس ليه بقى ار 2 ليه ار 2 هنا في مشكله؟ ار 2 فاليو ليه فاليو؟ النقطه دي ار 2 من هنا لحد هنا ار 2 من هنا لحد هنا يبقى دي كده من هنا لحد هنا هي ايه؟ من هنا لحد هنا هو ايه؟ ار 2 طب لو خدت النقطه دي هنا لو خدت النقطه دي هنا كلها هي كلها كده اسمها ار 2 الار 2 ايه؟ طيب ار 2 هو دايما المسافه من هنا زي ما قلنا الاسبوع اللي فات لحد هنا ده ار 2 تاني كل ما اتحرك بالزاويه ار 2 عمال يتغير طيب حلو تعالى بقى نجيب ار 2 بدلاله فاي تعالى نجيب ار 2 بدلاله فاي انا بسطها لك اقول لك ازاي بنعمل حته زي دي بنصرف حته زي دي دايما ناخد الابعاد المايله نسقطها على الرباط الافقي
اجيب لها وحصلها الديزاين بتاعها واحاول اقسمها مسافات وهريحها في وحدها. بمعنى ايه يا باشمهندس؟ هسالك سؤال يا باشمهندس، الزاويه بتاعتها من هنا لحد هنا كام؟ من هنا لحد هنا كام؟ الزاويه دي كام؟ من هنا لحد هنا كام؟ لا 270 بالظبط كده، برافو عليك، ناقص فار 270 ناقص فار. يبقى لو قلت المسافه من هنا لحد هنا هي ايه؟ ايه رقم؟ ايه؟ رقم بالله عليك ايه؟ زائد ار 2 ده من هنا لحد هنا، لا ده ايه زي ار 2 لحد هنا؟ ده كل ده ايه؟ ايه زي ار 2؟ ايه زي ار 2؟ كوساين. كوساين 72 72 ناقص ايه؟ ماينس 4. حد عمل رقم؟ ايه زي ار 2؟ بعد كده حللتها بكوساين 72 ناقص 4. هسألك سؤال تاني بقى، تحسب المسافة من تحت هنا ايه؟ ايه؟ بالظبط كده. تقدر تجيب بقى ار 2 ولا ما تعرفش؟ اه. قول لي ار 2 بيساوي ايه؟ ار 2 بيساوي ايه؟ اه الزاوية بتاعتها. اذا ار 2 زائد ايه؟ زائد 72 ماينس 5 يساوي كام؟ يساوي ايه؟ ودي اقسم على كوساين الناحية الثانية يبقى ار 2 بيساوي ايه؟ على كوساين 72 ماينس 5 ماينس ايه؟ بس كده جبت معايا كمان بس هي كانت المسألة هو ده المسألة في مرة كده معايا بس اللي هي كده قلنا ايه؟ شيل 3 اللي هي ار 1 هات
اكس دي يا جماعه جدا يجيب لك اكس وبي في الامتحان يساوي ايه؟ ايه بالظبط؟ شيل بقى واحد شيل واحد شيل واحد ايه بي؟ اروح بكام؟ اروح بكام؟ اروح بكام؟ اتكلمنا فيها المره اللي فاتت قلنا لو انا اي خط راسي مستطيل عملت عليه مماس هاخد على المماس هيرد البيت دي كام؟ البيت ار 2 بايه؟ بالليمين بس دول كانوا مسالتين من ترم بومب 90